احنا ما عندنا جهاز معرفي واحد، احنا عندنا جهازين معرفيين كبار، وداخل كل جهاز معرفي موجودين ايضا مدارس خاصه. والتشاتم اللي صار بينهم لان ما في حد صعد فوق وشاف الاجهزه المعرفيه، فنقد جذريا، الكل كان ينقد جانبيا باعتبار انه هو يمتلك الحقيقه والباقيين خارجين عن الحقيقه. فهذا انتج صراعات لا حدود لها، تكفير وتبديع وتفسيق وكذا الى اخره. هذا يحتاج الى فك اشتباك مره ثانيه، ان ننتج علما ينظر من فوق للمشهد ويرى كيف سيقوم هذا ويقوم هذا ويقوم هذا، لان هذين كلهم يعتقدون يمتلكون الحقيقه. كل المنظومه العلميه اولا مقدسه او غير مقدسه؟ غير مقدسه، نعم محترمه، ولكن الاحترام غير التقديس. وثانيا مطلقه لو نسبيه، وثالثا ثابته لو متغيره. يقول لي سيدنا اخو شنو الجديد اللي جبته؟ هذا الجديد اللي اقوله. يقول بيني وبين الله انا ما معتقد ايا كان. بعد اقول لك مو فقط الاجماعات والشهرات، حتى شنو؟ حتى الضروره او كلام الاشاعره عن مخالفين وكلام المخالفين عن الاشاعره، تسمع اشياء عجيبه جدا كانك تتكلم عن يعني عن ملل ونحل مختلفه، مو بناس مسلمين كلهم في الاخير يقومون يصلون الفجر وكلهم في نهايه المطاف قاعدين يقرون نفس القران ويصومون يوم نفس الايام، تحس ان هذين شيء ما له علاقه ببعضه يعني من التفسير والتبعير. لماذا؟ لان احنا لم ننتج علما لفهم الفهم. احنا كنا غارقين في المفاصل الجزئيه، ما ساحاول اتكلم عنها غدا، كيف نصعد فوق ونشوف الاجهزه المعرفيه نعرف هاي شلون تشتغل. هل يوم ولان يقطعون هذا الكلام؟ شفنا جبتم قوم لا يعتقد بالعصمه. بيني وبين الله ما اريد اعبر عنكم تعبيرات لانه لا تستحقون ان اعبر عنكم بهذه التعبيرات. والله لا تفهمون المباني، لا تفهمون المباني. نعم اسالني سيدنا، هذا الطريق انت قلت غير صحيح، عندك طريق اخر. اذا قلت لك لا يوجد عندي طريق اخر، قل اذا ما عنده دليل على ماذا؟ والتشاتم اللي صار بينهم لان ما في حد صعد فوق وشاف الاجهزه المعرفيه، فنقد جذريا، الكل كان ينقد جانبيا باعتبار انه هو يمتلك الحقيقه والباقيين خارجين عن الحقيقه. والله لا تفهمون المباني، لا تفهمون المباني.